أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وهذه أبرز العناوين. المراقب العراقي: تظاهرات في بغداد ومحافظات جنوبية ضد سياسة التجويع، إسقاط الحكومة يتصدر المطالب. الجريدة الكويتية: تخبط إيراني في بغداد. القدس العربي: بايدن يواجه لحظة الحقيقة في الشرق الأوسط. وفي تقرير للعرب اللندنية: العالم يسارع إلى الإغلاق خوفا من الفيروس الجديد. من المقالات يكتب عمانوئيل خوشابة في الزمان العراقية: حكومتا بغداد وأربيل ترضعان الثدي الواحد. ويكتب محمد الرميحي في الشرق الأوسط: الإعياء الأمريكي. لحظات وتأتيكم التفاصيل. عنونت صحيفة المراقب العراقي: تظاهرات في بغداد ومحافظات جنوبية ضد سياسة التجويع، إسقاط الحكومة يتصدر المطالب. وجاءت هذه التظاهرات بعد القرارات الاقتصادية التي تستهدف المواطن العراقي من دون أن توجه سهامها إلى الفاسدين والأموال المهربة. قالت صحيفة المدى العراقية إن 30,000 وظيفة تشعل التظاهرات في البصرة مجددا، حيث تظاهر المئات احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لأشهر، وقطعوا الشوارع التي تؤدي إلى أكبر حقول النفط في قضاء الزبير. ويقول ناشطون إن ذوي 30,000 وظيفة التي أطلقها محافظ البصرة على خلفية الاحتجاجات لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر. أكدت صحيفة العربي الجديد أن الحكومة العراقية توافق على موازنة 2021 بعجز 43 مليار دولار، وتشير مصادر إلى أن الحكومة توجهت إلى أبسط الحلول، وهي رفع سعر الدولار واستقطاع رواتب الموظفين. عنونت صحيفة أخبار الخليج البحرينية: بعد هجوم قرب السفارة الأمريكية في بغداد، طهران تحذر واشنطن من إثارة توتر، وغواصة نووية أمريكية تدخل مياه الخليج، حيث أدانت الخارجية الأمريكية الهجوم الأخير من قبل ميليشيات مدعومة من إيران في بغداد، معتبرة أن هذه المجموعات هي العائق الأكبر أمام مساعدة العراق للعودة إلى السلام والازدهار. عنونت صحيفة الجريدة الكويتية: تخبط إيراني في بغداد. وذلك مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني، ويبدو أن خلفه إسماعيل قاآني فشل في نيل ثقة حلفاء طهران عندما ضغط لمنع الفصائل من اللجوء إلى رد فعل انفعالي ضد أمريكا يورط إيران بما لا تريد أن تنجر إليه، وقد تعجز عن مواجهة تبعاته. قالت صحيفة القدس العربي إن بايدن يواجه لحظة الحقيقة في الشرق الأوسط، وهذا يعني عودة التنافس بين الوكالات الأمريكية حول قضايا السياسة الخارجية، لا سيما المتعلقة بالشرق الأوسط. وعلى الأرجح يبدو أن عهد أوباما الذي بدأ بالأمل وانتهى باليأس يعود من جديد. وفي تقرير للعرب اللندنية: العالم يسارع إلى الإغلاق خوفا من الفيروس الجديد. يقول التقرير: تحركت الكثير من الدول وبسرعة كبيرة لإعلان الإغلاق وقطع الصلة بالعالم الخارجي للتوقي من فيروس كورونا في نسخته الجديدة، وذلك على عكس التعاطي السابق مع الفيروس في نسخته الأولى، حيث غلبت الدول المصالح الاقتصادية، ما سمح بانتشار سريع للفيروس وجعل من الصعب التحكم فيه قبل ظهور اللقاحات. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
في زاوية مقالات يتساءل محمد حميد رشيد في المدى العراقية ماذا حققت الانتفاضة؟ يقول الكاتب: تبقى الانتفاضة شعلة للخلاص وأملا للانعتاق والتغيير والمدنية وطريقا لتحقيق العدالة والرفاهية للشعب العراقي، ولن تنجح ما لم يقف الشعب العراقي لينصر ذاته على أعدائه ويستأصل الفاسدين المتخلفين الطغاة. ويكتب عما نوئيل خوشابة في الزمان العراقية: حكومتا بغداد وأربيل ترضعان الثدي الواحد. يقول الكاتب: وقف الثائر الكردي في ساحة السراي وسط السليمانية فارسا شامخا يحمل بين طيات يديه قصاصة ورق مكتوب عليها: كفانا ظلما، الموت أشرف من أن أعيش ذليلا. ويكمل الكاتب بالقول: لا شك فيه أن تظاهرات السليمانية هي انعكاس وصدى للحراك الشعبي غير المسبوق الذي يشهده العراق من جنوبه إلى شماله. أخيرا يكتب محمد الرميحي في الشرق الأوسط الإعياء الأمريكي، ويرى الكاتب أن الاختبار الأول في السياسة الخارجية الأمريكية المقبلة سيكون الملف الإيراني، فقد يذهب بايدن إلى العودة السريعة إلى الاتفاق من دون أي تعديل، أو يدخل في مفاوضات لإضافة شروط أخرى على رأسها الصواريخ الباليستية والتدخل في شؤون دول الجوار. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل من لندن الدكتور حميد الكفائي، الكاتب والباحث السياسي. يسعدنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من لندن الدكتور حميد الكفائي، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور حميد معنا إلى هذا الحوار. أهلا ومرحبا بكم. دعنا نبدأ أولا من الدلائل التي تشير إلى وجود أزمة مالية خانقة كنتيجة طبيعية للفساد المستشري في المرافق السياسية التي تقود السلطة في العراق، وأيضا المشاكل ما بين حكومة المركز في بغداد وإقليم كردستان في ظل استمرار التظاهرات الشعبية. ما مصير الواقع السياسي والاقتصادي في العراق برأيك؟ في الحقيقة هذا كان متوقعا، لأنه هذه الطبقة السياسية بدأت وركزت على نهب المال العام بدلا من بناء الدولة وإعمار ما خربته الحروب، وكان متوقعا أن البلد يسير نحو الهاوية، لأنه عندما تسرق الأموال ولا تعمر المرافق الإنتاجية والخدمية فإن الوضع سينتهي إلى ما انتهى إليه، وربما يسوء أكثر إن لم تنتبه هذه الطبقة الفاسدة إلى أفعالها المشينة، أفعالها غير الوطنية، والتي ما كان الشعب يتوقع منها ذلك، خصوصا وأن كثيرين من العراقيين انتخبوا هذه الجماعات، أو على الأقل هكذا تقول نتائج الانتخابات التي نعلم جميعا أنها زورت في كثير من المراكز الانتخابية. الطبقة السياسية الحالية مرفوضة رفضا قاطعا من قبل الجماهير العراقية، وهذه الطبقة إن كان هناك بينها عقلاء عليهم أن يعيدوا النظر في دورهم وأن يتنحوا جانبا ليفسحوا المجال للشباب وللجيل الجديد الذي لا ينظر إلى العراقيين كسنة وشيعة وكرد وتركمان، ينظر إلى الناس كمواطنين، الناس مواطنون الآن في العصر الحديث. لا توجد هذه التقسيمات البدائية غير اللائقة بالعراق تحديدا. نعم دكتور، شاهد هذا الأسبوع هجوم قرب السفارة الأمريكية في بغداد، وطهران تحذر واشنطن من إثارة التوتر، وأيضا غواصة نووية أمريكية تدخل مياه الخليج. ما المتوقع بشأن هذه التحركات الأخيرة؟
أنا لا أتوقع أن الولايات المتحدة سوف تصمت على هذه الاستفزازات الإيرانية. الكل يعلم أن الميليشيات والجماعات المسلحة في العراق تأتمر بأمر إيران وبأمر الحرس الثوري المرتبط بالمرشد الروحي خامنئي. إذن لماذا تتوقع إيران أن الولايات المتحدة سوف تسكت وتصمت وتلول بالصمت؟ هذا غير ممكن، ومن المتوقع أن الولايات المتحدة سوف ترد، والولايات المتحدة دولة قوية، ولا تخشى إيران ولا تخشى روسيا ولا الصين ولا أي بلد. لذلك أعتقد أن هذه الجماعات التي تحركت وضربت السفارة الأمريكية، وهذه ليست المرة الأولى، هذا العمل عمل شنيع وعمل مخالف لأبسط الأعراف الدولية وإلى القيم الأخلاقية. عندما تكون هناك بعثة دبلوماسية في بلد، فأنت لا تعتدي على البعثة الدبلوماسية. حتى العصابات في أقاصي الأرض لا تفعل مثل هذه الأفعال. فقط إيران تعتدي على البعثة الدبلوماسية، وقد اعتدت على السفارة الأمريكية واحتجزت الرهائن عام 79، احتجزت الدبلوماسيين واعتبرتهم رهائن لسنة ونصف، واعتدت على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، وهي الآن تدفع ميليشياتها للاعتداء على البعثات الدبلوماسية في العراق، وتفعل ذلك في كل دولة يكون لها نفوذ. لذلك هذا المنحى يجب أن يتوقف، ولا يمكن أن يوقفه إلا الدول العظمى، والولايات المتحدة هي أعظم دولة، وبالتأكيد هي تعلم جيدا أن السكوت على مثل هذه الأمور أولا يخل بالأمن والسلم العالمي، وثانيا يؤثر على هيبة وسمعة الولايات المتحدة كدولة عظمى، وثالثا من حقها ومن حق أي بلد أن يرد على هذه الاستفزازات الإيرانية. طيب، هناك ضغوطات طهران على الفصائل الموالية لها في العراق بعدم استهداف الأمريكيين، وذلك خوفا من ضربة أمريكية على إيران ربما تضعف موقف هذه الفصائل وتفرغ شعارهم في مواجهة الأمريكيين من معناه الحقيقي. إذن أين شعار مواجهة أمريكا؟ هو هذه الميليشيات تأتمر بأمر إيران، وما كانت لتقصف السفارة الأمريكية وتهاجم المعسكرات العراقية التي يوجد فيها جنود أمريكيون، ما كانت لتفعل ذلك لولا أوامر مباشرة من الحرس الثوري الإيراني. مواجهة أمريكا، إيران تعلم جيدا أنها لا تستطيع أن تواجه أمريكا. هذا الكلام لا ينطلي إلا على البسطاء. ثم ما هو الهدف من مواجهة أمريكا؟ لماذا لا تسعى إيران لأن تخدم شعبها، لأن تطور اقتصادها، لأن تطور علاقاتها مع الدول المجاورة، لأن تطور علاقاتها مع دول العالم؟ لماذا تواجه؟ ما الهدف من المواجهة؟ هذا كلام ومحاولة لخداع البسطاء، وربما ينطلي وانطلى على كثيرين في السابق، ولكن الوضع قد تغير، وعلى حكام إيران أن يعلموا أن مثل هذه الألاعيب لا يمكن أن تمر في هذا العصر، عصر المعلومات وعصر الإنترنت والاتصالات. أعتقد أن مواجهة أمريكا خطأ كبير إن صحت هذه المواجهة، والحكام إيران استفادوا ربما في السابق من هذه المواجهة، استفادوا شعبيا ولكن أضروا ببلدهم، أضروا بالمنطقة، أضروا بالإسلام الذي يتحدثون باسمه، وعليهم أن يقلعوا عن هذه العادة وعن هذا الأسلوب القديم الذي لم يعد مفيدا لأحد. نعم، يرى مراقبون أن الملف النووي الإيراني وإن شكل هاجسا لدى الغرب والولايات المتحدة، إلا أن الأولوية للمنطقة الآن هي التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. برأيك دكتور، هل سترفع إيران من حملتها وتدخلاتها في دول المنطقة برأيك؟
بالتأكيد هذا الملف النووي له علاقة مباشرة بالتدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة. تصور الآن إيران دولة غير نووية وهي تتدخل في شؤون العراق واليمن ولبنان وسوريا ودول أخرى. ماذا يحصل لو أن إيران امتلكت السلاح النووي؟ ماذا سيحصل؟ نحن نعلم أن التدخل سوف يزداد وأن عنجهية حكام إيران سوف ترتفع. لذلك هذا الخطر، خطر السلاح النووي الإيراني وخطر الصواريخ البالستية، خطر يتهدد المنطقة كلها وليس فقط يعني بلدان معينة. يعني البلدان التي تتدخل فيها إيران الآن معروفة، ولكن إيران لن تتوقف. النظام، أنا لا أتكلم عن دولة إيران، دولة إيران دولة محترمة وبإمكانها أن تعيش مع دول العالم الأخرى بسلام، ولكن هذا النظام لا يستطيع أن يعيش إلا في أزمة، يخلق أزمات كي يعيش ويستمر. وهذا النظام أعتقد أنه وصل إلى مرحلة خطيرة، وعلى العالم أن يجد حلا للتعامل مع هذا النظام. بالتأكيد أنا لا أدعو إلى التدخل في شؤون الدول الأخرى، ولكن هذا النظام يعمل خارج حدود إيران. لو أنه قصر أفعاله على حدود الدولة التي يحكمها لما تحدث أحد عنه عن أفعاله، وربما منظمات حقوق الإنسان سوف تتولى هذا الأمر. لكن هذا النظام يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى منذ عام 79 حتى الآن، وآن الأوان لهذه الأفعال أن تتوقف. لا يمكن أن تستمر، لأنها دمرت العراق ودمرت لبنان ودمرت اليمن ودمرت سوريا وسوف تدمر المنطقة ككل إن لم ينتبه العالم، وإن لم تنتبه دول المنطقة وتتكاتف من أجل أن تتخذ موقفا واحدا موحدا من هذا النظام. طيب، يرى محللون أن بايدن ما تزال أمامه فرصة لتبني النهج المتمركز حول الشعوب وإيجاد سبل أيضا لتسوية الصراعات المسببة بعدم الاستقرار العالمي والإقليمي. برأيك هل سيتحقق استقرار عالمي وإقليمي في عهد بايدن؟ بايدن يعني هو سياساته تختلف، وسياسات الحزب الديمقراطي الأمريكي دائما تدعو إلى التهدئة، ولكن لديه مشاكل كبيرة في الحقيقة، مشاكل داخلية خصوصا مع وجود جائحة كورونا التي أضرت كثيرا بالاقتصاد الأمريكي وبالاستقرار الأمريكي، وكذلك ظاهرة ترامب وأنصاره التي أيضا تسبب مشكلة وتسبب انقساما في الرأي العام الأمريكي. لديه مشاكل داخلية كثيرة، أعتقد أنه سوف يسعى لأن يحقق بعض الاستقرار خصوصا في علاقات الولايات المتحدة مع الصين وروسيا ومع أوروبا التي تضررت كثيرا في عصر سلفه، وبالتأكيد سوف ينتبه إلى دور إيران. ولكن هناك الكثير من التحديات التي تواجه بايدن، هل سيستطيع؟ نحن نأمل أن يتمكن الرئيس الأمريكي من الحد من الصراعات التي تؤثر على منطقتنا وعلى دولنا، ولكن هل هذا ممكن؟ هذا ما سننتظره. أعتقد نحن متأكدون أن سياسات بايدن مختلفة تماما عن سياسات ترامب، وترامب هو يختلف عن سياسات كل الرؤساء الأمريكان السابقين واللاحقين، لأنه ظاهرة خاصة وظاهرة غريبة وذهبت، وأعتقد أنها في تناقص وفي اضمحلال. نأمل أن يتمكن بايدن من أن يحل هذه المشاكل، ولكن أولويات بايدن ستكون لحل المشاكل الأمريكية وبالتحديد المشاكل الاقتصادية الأمريكية وجائحة كورونا والعلاقات مع الصين التي هي مهمة جدا ومع روسيا وأوروبا. دكتور، كشف بيان أصدرته وكالات أمريكية متعددة أن حملة الاختراق الروسية للشركات الأمريكية ما تزال مستمرة، ما يترك المجال مفتوحا أمام احتمال تزايد عدد المؤسسات التي تتعرض للاختراق ومدى الأضرار التي تكبدتها.
ما المغزى من هذا الاختراق الروسي للوكالات والشركات الأمريكية؟ الاختراق ليس جديدا، كل هذه الصين وروسيا والدول الأخرى تحاول أن تحصل على معلومات تفتقر إليها فيما يخص الأسلحة والأجهزة والصناعات، فهذه القضايا سوف تستمر. الآن أصبحت أسهل، عملية الاختراق أصبحت سهلة بسبب الإنترنت وبسبب تطور العالم السبراني مثل ما يقال. لا بد من تطوير أنظمة تمنع مثل هذه الاختراقات، وفي غياب ذلك فإنها سوف تستمر لأنها طبيعية ولأنها تدخل في ضمن التنافس بين الدول، التنافس الاقتصادي والتنافس العسكري والتنافس في المجالات الأخرى. أعتقد أنها ستتواصل سواء كانت من جانب روسيا، وهي بالتأكيد من جانب روسيا والصين، لأنها تريد أن تعرف وتستفيد من الاكتشافات الأمريكية في مجالات العلم والمجالات العسكرية والمجالات الاقتصادية. دكتور، أخيرا بشأن جائحة كورونا، وفي تقرير للعرب اللندنية، العالم يسارع إلى الإغلاق خوفا من الفيروس الجديد. يقول التقرير: تحركت الكثير من الدول وبسرعة كبيرة لإعلان الإغلاق الشامل. ماذا عن بداية السلالة الجديدة لكورونا؟ وهل أن لقاحات كوفيد-19 المكتشفة حديثا آمنة؟ فيما يخص السلالة الجديدة، هو ليس فيروسا جديدا، هو سلالة جديدة للفيروس نفسه، طفرة وراثية، وهذه متوقعة أيضا وقد تحدث عنها العلماء سابقا. نعم، اكتشفت في بريطانيا، هناك تطور. المشكلة في السلالة الجديدة هي أنها سريعة الانتشار ولكنها ليست أخطر من السلالة القديمة. اللقاح سوف بالتأكيد يحد من انتشار هذا الفيروس، وقد أقرته بريطانيا قبل كل الدول الأخرى، وقد أقر الآن في أمريكا، وأقر اللقاح موديرنا أيضا في أمريكا، وأقرته أوروبا. اللقاح بالتأكيد مهم وسوف يحد من انتشار هذا الفيروس الخطير، ويجب على الجميع أن يأخذ هذا اللقاح لأنه لم يأتي هكذا بسرعة، وإنما جاء نتيجة أبحاث معمقة وتجارب شملت 45,000 في حالة لقاح فايزر، وهو مهم جدا. ومن يأخذ ومن يتلقى اللقاح سوف يكون في مأمن 90% على الأقل من الذي لا يأخذه. لذلك أنا يعني في رأيي هو مهم جدا، وأنا سوف أخذ هذا اللقاح في أول فرصة تتاح لي. نعم، في ختام الحوار أشكرك دكتور حميد الشكر الجزيل، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم على هذه الفرصة، والشكر لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.